يسعدني الحضور معكم بافتتاح الأيام الاقتصادية التونسية الموريتانية للشراكة والاستثمار، وهي تظاهرة مهمة تنظم لأول مرة في مدينتي نواكشوط ونواليبو، وتترجم عراقة وصلابة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا والشعبين الشقيقين. ومن باب التذكير بين تلك العلاقات من بدايتها المدونة تعود إلى مقدم المعلم الأول عبد الله بن ياسين من الغيروان، ثم ما بدأت تنمو وتتعزز على مر التاريخ وتاريخ البلدين المعاصر والحديث. بيد أن هذا التجذر التاريخي والنمو المعاصر لا يزال دون المستوى ودون مستوى طموحات شعبينا ومؤهلات اقتصادينا، خاصة بما يتعلق بحجم التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين. إن التدارك ما فاتنا من شراكة وتكامل هو أبرز أهداف هذه الأيام الاقتصادية التي نعلق عليها آمالا كبيرة لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري، اغتناما لفرص التعاون والشراكات المثمرة والمربحة للطرفين. هذه الدورة الثانية، ونتمناه من كل قلوبنا أن تكون فما دورات أخرى ويشاركوا في هذه الأيام الاقتصادية التونسية الموريتانية وفد هام من الفاعلين الاقتصاديين التونسيين يناهز 40 مؤسسة متعددة القطاعات، والذين قدموا خصيصا للقاء مع نظرائهم وأخوانهم الموريتانيين قصد دعم وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين. ويسرني أن أعبر لكم عن كامل سعادتنا بتواجدنا في موريتانيا الشقيقة التي تربطها بتونس علاقات أخوة وصداقة وتعاون تاريخية متينة في جميع المجالات. السيدة والسيدات الحضور الكريم، إن بلدينا الشقيقين يوفران العديد من المزايا والعوامل المشجعة لتطوير الاستثمار والتبادل، وذلك بفضل موقعنا الجغرافي والاستراتيجي كمنطقة تربط أوروبا بأفريقيا وشرق المغرب العربي. مواردها وطاقتها البشرية المتنوعة والمتكاملة وخبراتها في مجال التنمية والاستثمار وعلاقاتهما المتميزة مع مختلف الدول الأفريقية والأوروبية.